يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل البريوش او خلية نحل صغيرة بطريقة حلوة كتير. عندي المكونات هون: نص كاسة زيت، نص كاسة سكر، 2 بيض، عندي بيكنج باودر معلقة صغيرة، والخميرة معلقة كبيرة، معلقة كاكاو، معلقة صغيرة ملح، وبرش ليمون، وكاستين حليب. وعندي انا هون محضرة 4 كاسات طحين، بس انا هلا رح ضيفهم شوي شوي، احتمال ما استخدمهم كلهم، رح نحطهم شوي شوي لحتى نشوف قد ايه بنحتاج. هلا بالبداية انا رح ضيف السكر، وحط معهم برش الليمون والخميرة، وخلطهم مع الحليب. طبعا الحليب انا حاطته دافي، واخلطهم كلهم لحتى شوف انه السكر داب. عندي انا هلا تقريبا سكر داب بقلب الخليط هذا، رح حط الزيت بس. بدي اقول لك هون انا البيضتين اللي حطيتهم قبل شوي، انا قمت الصفار من وحده خليته على جنب، راح ادهن فيه العجينه بس حطها بالفرن، وحطيت البياض فوق البيضه الثانيه، وراح احطهم كمان هدول معه هون، وخلطهم كمان منيح، اخفقهم لحتى يتجانسوا شوي. هلا هيك داب كل المأزيج اللي عندي السكر، واختلطوا كلهم مع بعضهم. هلا رح احط معلقه من الملح، معلقه ما بدي اياها تكون كبيره، بهالشكل هذا رح احطها معهم، ما حطيتها انا بالبدايه لانه بتعيق الخميره كمان. هلا هي رح احط كمان البيكنج باودر، واخلطهم كمان كلهم سوا مع بعض. هلا انا بدي استغني عن الخفاقة لانه بدي اعجن بايدي. انا راح احط الطحين شوي شوي واعجن لشوف قديه بدي استهلك الكاسات الاربعة او لا، او احتمال زيد عليهم. هلا بنشوف قديه بدنا نستخدمه. طبعا الحليب هذا دافي، انا قلت لك لازم يكون بالشكل. انا الكاسة نفسها اللي عيرت فيها الحليب، عيرت فيها السكر والزيت، كلها نفس الكاسة. هلا هيك بعجنهم منيح. رح ضيف كامل الطحين، وبشوف اذا بدي كمان حط طحين. هلا العجينة عندي انا بدها شوي طحين كمان فوقها، رح احط كمية وشوف قديه بدي احتاج. شايفين العجينة كيف كيف قوامها؟ هي لساتها دبقة شوي، عادي. هلا انا بدي ارجع اعجنها كمان كتير. انا ضفت هون كمان نص كاسة طحين. هلا رح احط شوي صغيرة زيت على ايدي، بفرك ايدي شوي بشوي الزيت، وبكمل عجنة. رح اعجنها هون. العجينة لازم تنعجن منيح، ما بصير هلا انا شفتوني انا بحطها مثلا بارجيك اياها، بس انا بكون عم بعجنها كتير كتير منيح، ويفضل تعملي لها هيك بهالشكل هذا دائما لحتى يطلع منها كل الهواء اللي فيها. هلا انا رح كمل عجنها وبارجيكي شو رح نعمل بعدين. هلا عجينتي انا صارت جاهزه، رح اخذ منها قسم صغير بهالشكل هذا، هذا كافي. رح احط شوي بس زيت كمان على ايدي، على الطاولة، ورح حط الكاكاو اللي عندي، ما ححط هلا، رح استشوف كمان حط كمية قليلة لشوفها اول بالبداية، واعجنها لحتى كلها تصير لونها بني غامق بالشكل هذا. بعجن العجينة مثل ما عجنت العجينة البيضة كمان نفس الطريقة. هلا انا العجينة عندي صارت جاهزة بهالشكل هذا، راح احط العجينة هي مع العجينة الثانية
واتركهم يتخمروا نص ساعه، غطيهم واتركهم يتخمروا نص ساعه ونرجع بنشوف شو رح نشتغل. هلا بعد ما صارت العجينه مر عليها نص ساعه اختمرت، انا بس بعملها هيك شوي بطلع منها الهواء وبعملها على شكل رول، لان بدي اقطعها هلا شكل قطع صغيره هالشكل، وبتركها لحتى اعملها. بس رح ارجيكي اول شيء هي اللي انا عملتها كمان بالكاكاو، رح اقطعها قطع صغيره، قد ما كانت صغيره هي رح تنفش معاكي، وبدي اعملها بهالشكل هذا، بكورها بعملها كرات صغيره كلهم رح اقطعهم هلا وبرجيك اياهم كيف رح يكون شكلهم. بعد ما قطعتهم انا كلهم بهالشكل رح ارجيكي كيف انا رح احط وحده هلا هون بالنص لحتى احط الباقي حواليها. انا الكرات اللي عملتهم طبعا بترتبيهم انت بحيث انه يكونوا كلهم بقياس واحد وبشكل واحد، حاولي يكون قبل ما تحطيهم يكونوا مرتبين مظبوط. رح احط حوالين كل طابق لون بني رح نحط حواليها خمس طابات صغار او خمس كرات صغار من اللون الابيض. رح ارجيكي كيف هلا بالشكل هذا، صفون حد بعضهم طبعا كل ما كانوا مرتبين من البداية هذا بيطلعوا وقت بتحطيهم كمان شكلهم مرتب مظبوط الشكل هذا. رح صفهم انا هيك بحاول اضغط عليهم شوي صغيرة. هلا انا هون مجهزة صينية عملتها قبل شوي، هاي الصينية رح ارجيكي كيف بدي ادهنها هلا بالبيض لحتى يمسكوا مع بعضهم، بدي خليها انا ترتاح. طبعا انا هذا صفار البيض اللي انا كنت مجهزته قبل شوي لحتى الفراغات تمسك مع بعضها جنب بعضها الكرات وما تفك معي وقت الخبز. هلا بعد ما دهنتهم رح خليهم كمان شي ربع ساعة يرتاحوا ويمسكوا مع بعض، وبدخلهم على الفرن درجة حرارة 180، بحطهم اول شي ليحمروا من تحت وبعدين برفعهم لحتى بشعل عليهم من فوق لحتى يحمروا من فوق، وبرجيكم شكلهم النهائي كيف رح يكون. طبقنا هيك صار جاهز، انا دهنته شوية قطر، اذا انت بتحبي يصير في لمعة وبتحبي القطر. طب انا هذا استخدمت القطر تبع السفرجل، دهنتهم بهالشكل بعد ما طلعتهم من الفرن كلهم لانه بيعطيهم لمعة بتطلع ظريفة كتير. هذا شكلهم النهائي، رح ارجيك اياهم من ورا كيف كمان هيك محمصين. انا عملت قياسات صغيرة كمان، هذا القياس اصغر من هذا. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، واهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.